أهم النقاط اللي علقت بذهن حضرتك من حديث السيد الرئيس؟ لا خليني أكد لك، يمكن قبل ما نتناول كلمة الرئيس بالتفصيل، إنما أقول لك برضو إن يمكن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح الرئيس في أن يصنع أو يقيم منصة شبابية، مش للشباب المصري بس، منصة شبابية لكل شباب العالم. يعني احنا كلنا متابعين على فكرة جميع الفعاليات الدولية، بتلتقي احيانا في تجمع برلماني دولي، تلتقي احيانا في تجمع سياسي دولي، انما عايز اقول لك يمكن الدولة الوحيدة التي تفردت وانفردت بانشاء منصة شبابية لشباب العالم يتحاور نحو مستقبل البشرية مش مستقبل دولة، هي مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن دي على فكرة هي عبقرية الفكرة. عبقرية الفكرة مش ان انت احنا المؤتمر ده على فكرة مش تجمع سياحي، ده تجمع فكري، وان كان ليه جانب سياحي برضه، ليه جانب سياحي وليه مزايا، ليه مزايا ومكاسب سياحية بالتأكيد، وليه دعاية ايجابية على السياحة المصرية. انما خلينا الجانب الاكثر اهمية، ان وده مش مكسب مصري بقى، ده مكسب للبشرية بتصنعه مصر، ان انت يبقى عندك توافق ما بين كل دول العالم وشباب العالم اللي هيصنع مستقبل في مصر وفي امريكا وفي انجلترا وفي كافة انحاء العالم وفي الوطن العربي. الشباب ده بيجي بيقعد يفكر مع بعض، مش بيفكر في مستقبل دولة، بيفكر في مستقبل مجتمع كامل دولي. فيمكن دي اكثر ما يميز هذا المنتدى، ان تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفكرة من الشباب في المؤتمر السنوي للشباب او المؤتمر الدوري للشباب اللي بيعقد داخل مصر لشباب المصري، لما قام بعض الشباب قالوا له يا سيادة الرئيس احنا عايزين هذا المؤتمر ان هو يبقى مؤتمر دولي للشباب، وبالفعل نظم واستقبل الرئيس بفكرة بكل حماس وبكل استجابة، ودشنا المنتدى الدولي للشباب الاول في العام الماضي، وها هو المنتدى الثاني للشباب. الحقيقة ان هذا التفكير، يمكن حتى يمكن جلسات النهاردة أول جلسة على فكرة اللي هو كيف يعني يرى الشباب هذا الدور المهم لقادة العالم في حفظ السلام العالمي ومواجهة الإرهاب، دي أحد الجلسات المهمة النهاردة. الشباب في القارة الأفريقية المصريين وغير المصريين، أفريقيا التي نوردها سنة 2063 شكلها إيه؟ كل القضايا المشتركة اللي بتجمع البشرية بحثا عن الأمن والسلام والعدالة، ده بقت محور مشترك للتفكير ما بين كل شباب العالم. عايز أقول لك يمكن قراءتي لكلمات الرئيس في افتتاح المؤتمر كان فيها، يعني يمكن الرئيس كان بي 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 بيحس العالم وبيؤكد العالم أن مصر مهد السلام وبلد السلام، بتطالب العالم والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. السلام دلوقتي والامن ومواجهة الارهاب ما بقاش شرف ورفاهية تمارسه دولة وتمتنع عنه دولة، بقى فرض على كل المجتمع، كل اعضاء المجتمع الدولي. لان انت النهاردة اذا تعرضت مصر لهذا الارهاب واستطاع ان هو يتمكن منه لا قدر الله، هيتمكن من اوروبا، هيتمكن من الولايات المتحدة الامريكية. فالارهاب على فكرة ما بقاش يواجه مصر ولا يواجه امريكا ولا يواجه اوروبا ولا يواجه الوطن العربي ولا يواجه العراق ولا يواجه ليبيا، لا الارهاب بيواجه البشرية بشكل عام.